وفي الآونة الأخيرة أيضا ينشئون قناة. لم ينشئوا قناة ضد الرافضة ولم ينشئوا قناة ضد الإخوان، بل الإخوان يتلمذون في مراكزهم والجمعيات وأصناف الناس، ولم ينشئوا قناة ضد الفرق كلها. إن تكلم الواحد تكلم بكلمة هكذا نادرا وينشئون قناة كنا نظن أنه يقوم عليها أناس ما أدري استخبارات أو ماذا مقاصدهم، قلنا ما علينا منهم، هؤلاء الذي ما من كلمة تحصل إلا صراعات الحجاورة، صراعات الحجاورة، الحجور فصل في كذا أو تكلم في كذا أو وأصحابه قالوا أصحابه لا تكلم صبي، وإذا بهم ينزلون الكلام ويشمتون ويستهزئون ويسخرون وأنا أقول سهل، هذا ما يصدر من إنسان إل، وهو فعلا والله ما صدر من إل، وإذا به يفتضح لك البراعي أنه من القائمين عليها، ويفتضح لك السالمي أنه من القائمين عليها، والرازح أنه من القائمين عليها، هكذا أخبرنا. يا سبحان الله، يعني نصب قناة خاصة بنا وفيها الكذب والزور وإخراج صورتي وأنا أتألم من ذلك، وقد لي منشور أني لا أجعله في حل الذي يعني ينشر صورتي، ما أحب ذلك، وأي شيء يريد أذى يصلونه. نحن كنا نقول الرافضة كبارهم سفهاؤهم هم يعني أكابرهم، وإذا بهؤلاء صار سفهاؤهم أكابرهم، أين الورع؟ وين الورع؟ نعلم كتاب الله وندعو إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لسنا والله مشغولين بهم ولا بغيرهم، وهم كان ما معهم في الساحة إلا أهل السنة طلاب دماج، ويخرجون فيه المقالات ويناوشون من هنا ويشوهون من هنا ويكذبون ويزورون، يقولون في آخر المطاف أيضا تتفاضحوا، وأخرج واحد منهم اسمه زكري فلان كذا، زكري ناصر زكري، قال والله إن كنا واحد يأتي من هذه الدولة واحد من هذه الدولة ونتمالأ ونجتمع، كلامه منشور نحو هذا، ثم نأتي نحرش الشيخ ربيع على الشيخ يحيى، نقول له هذا يا أخي الشيخ ربيع، الشيخ يحيى يقول ذا، قال والشيخ يفعل ذا، قال فعل هذا الحجوري فعل، قال نعم، وكل واحد يأتي من هنا ومن هنا تتمالأ، يعني تجتمع من هنا الأقوال، أقوال صاحب فرنسا في زعمهم وصاحب اليمن وصاحب الجزائر وصاحب تجتمع، يعني من أجل أن يهيلموا كثروا من أجل التحريش، أعمال ما هي أعمال من يتقن الله، هذه أعمال تحريش من فعل الشيطان.